بيراميدز كان في مواجهه الصفاقسي في الكونفدراليه، وقدر بيراميدز يفوز 1-0، والفوز جه في الدقيقه، مش في الدقيقه، في الثانيه الاخيره، في الحكم حسب 3 دقايق وقت ضايع، في الدقيقه 92 و40 ثانيه علي جبر احرز هدف، كوره كورنر اتلعبت، علي جبر طلع بدماغه حطها في الزاويه البعيده، وده كان هدف المباراه الوحيد رغم سيطره بيراميدز على احداث المباراه. وزي ما انتم شايفين كده، ده يعني تشكيله فريق بيراميدز النهارده في المباراه، وعمل ماتش كويس جدا وسيطر نادي بيراميدز. لعب شريف اكرامي، ولعب احمد سامي، وعلي جبر في قلب الدفاع، لعب احمد فتحي ناحيه اليمين، محمد حمدي ناحيه الشمال، في نص الملعب نبيل عماد دونجا، وقدام وليد الكارتي، عبد الله السعيد، ابراهيم عادل، رمضان صبحي، فجري لاكاي المهاجم الجنوب افريقي المميز. وكان مكسب مهم قوي رغم ان جه متاخر المكسب، وبيراميدز النهارده ضيع فرص كتير، لكن انا برضو عايز اقول ايه، الله يكون في عون الاهلي، الله يكون في عون بيراميدز، الله يكون في عون الزمالك، الله يكون في عون المصري. كل 3 ايام ماتش ما بين افريقيا وما بين الدوري، فثلاث انتصارات لبيراميدز بيخليه في صداره المجموعه برصيد 9 نقاط، وفوز على فريق مخضرم يعني فريق الصفاقسي التونسي، فريق كبير وفريق عنده خبرات كبيره جدا في البطولات الافريقيه. لكن بيراميدز ما شاء الله ماشي بشكل رائع جدا، ومتصدر مجموعته بثلاث انتصارات، وده هيريح بيراميدز كمان، يعني ان شاء الله بيراميدز يكسب ماتش كمان هيستريح وخلاص، هيبقى يعني ضمن الصعود بشكل نهائي لدور الثمانيه. واحنا السنه دي عايزين بيراميدز ان شاء الله او المصري، فرقتين طبعا اللي بيمثلوا مصر في الكونفدراليه، واحد منهم يكسب البطوله، بس احنا شايفين ان بيراميدز ماشي بخطى ثابته في الكونفدراليه.